على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمقرى ولاية المسيلة في عملية نوعية من حجز 35 قنطار من مادة الشم المقلدة والمقدرة ب100,000 كيس نوع خروب، مع توقيف المشتبه فيه ووضع الشاحنة في المحشر البلدي ببلدية مقرى. على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكته، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمقرى من حجز 35 قنطار من الشم المقلدة المقدرة ب100,000 كيس مع توقيف المشتبه فيه ووضع الشاحنة في المحصر البلدي بمقرى. سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر السادة المواطنين بضرورة الاتصال والتبليغ عن طريق الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية www.ppgn.mdn. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بجلف في النعدة الجلالي الفارسي نحضر مناقشة نهاية التكوين لمتربسي أمانة المديرية تسيير الموارد البشرية التسويق ومراقبة نوعية الصناعات الغذائية. كما بهذه المناسبة لا يفوتني أن أهنئ كل المتخرجين في هذه الدفعة والطاقم الإداري والبيداغوجي الذي صهر على توفير كل الظروف المناسبة. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وأنا اليوم سعيدة جدا بهذا اليوم السعيد وبمناسبة تخرجي من المعهد الوطني المتخصص للتسيير بجلف. جد مسرورين بهذا النجاح، ونهدي هذا النجاح إلى أخي الأكبر عبد الرؤوف وإلى عائلتي. تحصلت على التخرج تاعي تخصص تقني سامي في تسيير الموارد البشرية. نتمنى للشباب يقتدوا ويكونوا في التكوين المهني. المقدم تحت إشراف الأستاذة سامية وشان، وهذا لنيل شهادة تقني سامي في خطة البحث عن التقسيم الثاني الفصل الثاني الميزة التنافسية ودور جودة المنتج المدني في تحقيقها. المدير العام للجمارك من أجل تنظيم أيام إعلامية للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص الحركة التجارة الخارجية. الفلاحة والتنمية الريفية أنها حطت تسهيلات من بينها للمتعاملين هذو أنها خلقت مساحات مخصصة. استثمار جديد، هل هناك قانون اون بريسبكتيف مع إدارة الجمارك كي يكون أكثر تناسق وتناسب مع قانون استثمار جديد؟ يهدف هذا اليوم الإعلامي إلى شرح جميع الإجراءات والتسهيلات التي تمنحها الجمارك الجزائرية لهؤلاء المتعاملين من أجل دعم التصدير وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال للحصر، انتقال مصالح الجمارك إلى موقع الشركة من أجل عملية فحص هذه البضاعة وكذلك إتمام الجمركة على مستوى الموقع، وتقوم مصالح الجمارك بتسليمه المحفظة كاملة تحتوي على الوثائق الكاملة للتصدير، ويقوم بنقل المتعامل بضاعته إلى مكتب الخروج دون اللجوء إلى رقابة ثانية على مستوى مكتب الجمارك للخروج من طرف مصالح الجمارك. مديرية الجمارك قدمت لنا معلومات جد قيمة فيما يخص التصدير من الجزائر نحو بلدان العالم. الشيء الوحيد اللي نستنتجه هو التحفيز، يعني لما تشوف هذه المعلومات راح تتحفز انك تكون منتج او تنتج عبر التراب الوطني وتقوم بعملية التصدير نظرا للامتيازات الممنوحة، مثلا
التسهيلات فيما يخص مصالح الجمارك وكذلك فيما يخص لي تاكس، يعني ما تسلكني تاكس لي تبياني والو، راح تقوم مباشره بعمليه